الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التقى بوفد شركة هواوي أو هواوي العالمية برئاسة السيد رايان دينج المدير التنفيذي لمجلس الإدارة في الشركة، وده لتعزيز التعاون بين وزارة الاتصالات والشركة في مجالات تطوير خدمات الاتصالات والإنترنت وبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال وإنشاء مراكز البيانات. أكد الدكتور عمرو طلعت أن التدريب على تنمية المهارات اللازمة لتمكين المهنيين المستقلين هيتم تعميمها على كل المنح التدريبية التقنية اللي بتقدمها الوزارة.